تستذكر، تتحسر وتتساءل. في الأمس القريب كانت سعاد تقود دراجتها الهوائية في إحدى شوارع بغداد كعادتها، وخلال مسيرها صدمتها إحدى المركبات. تقول سعاد أن السائق كان متعمداً كونها امرأة وتقود دراجة هوائية. أنا سعاد حسن الجوهري، أقود الدراجة الهوائية، وطلعت الصبح الساعة 9 الصبح والشارع فارغ وماكو يعني أي سيارات مزدحمة، وأنا بجانب الرصيف، فإجا أحد الأشخاص ضربني بالسيارة وفقدت الوعي، ما حسيت إلا أنه الناس ملتمين علي وجبروا اللي دعمني وأخذني للمستشفى، باب المستشفى تركني وروي يعني انهزم. هو أكيد متقصد يعني، لأنه شاف امرأة وراكبة دراجة هوائية حاول أن ينتقم من عدها. حكاية سعاد واحدة من حكايات العنف ضد المرأة، حكايات دفعت مجموعة من النساء والرجال لتنظيم وقفة في اليوم العالمي للمرأة يطالبون فيها بحقوقهن. احنا وقفتنا هو عدد من الناشطين والناشطات، هدفنا الأساسي من هاي الوقفة هو تبيين الواقع المرير اللي دا تعيشه المرأة العراقية اللي سنة على سنة دا يسوء. كمجتمع شرقي نعتمد الفكر الذكوري، الفكر الرجولي، نبتعد عن الحرية والمساواة في عالم المرأة، فلازم نبدأ بهذه الخطوة احنا كرجال ندعم المرأة حتى تكون هي تتطور أكثر، تقدم نحو المسير أكثر. ولكون حقوق المرأة الأقل وزنا في ميزان الحقوق ولأسباب عديدة وفقا لمنظمات نسوية، تسعى ناشطات عبر هذا اليوم لمناهضة التمييز والعنف ضدهن، علها تساهم في تشريع قوانين تنصفهن. في يوم كهذا النساء يطالبن بكامل حقوقهن، ضياعها لأسباب مشوهة يجعل النسوة يطالبن بتلك الحقوق في يومهن العالمي. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.